الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. قد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي، وشرعنا فيه قبل فترة وقرأنا الحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره. ألم نقرأه؟ وهو طبعا افتتح به الشيخ كتاب الطهارة، كان الكتاب هذا عمدة الأحكام في أحد الأحكام. ومعلوم أن أولا هذا الكتاب عمدة الأحكام كتاب مبارك وفق الله عز وجل فيه المؤلف لتأليف هذا الكتاب في أحاديث الأحكام، وقد اقتصر فيه على أحاديث الصحيحين، وإن كان قلة منها ليس في الصحيحين كلها في الصحيحين، وقد تناوله وأشرنا إلى هذا في أول لقاء، أشرنا إلى هذا في أنا قلت أنه ابن قدامة هلا ابن عبد الغني المقدسي، ليس ابن قدامة. ابن قدامة له عمدة الفقه عمدة الأحكام، هذا اللي عبد الغني المقدسي وليس الموفق ابن قدامة، إن عبد الغني المقدسي هو صاحب عمدة الأحكام. تناوله العلماء بالشرح، وأشرنا إلى هذا في اللقاء الأول، وأن من وشرحه وكثير من أئمة الشافعية، مع أن المؤلف حنبلي، ولكن الشراح كثير منهم من الشافعية رضي الله عن الجميع، ومن أشهرها شرح ابن الملقن، وفي طبع في 10 مجلدات أو 11 مجلدا، وشرح ابن العطار والفاكهاني، فكتاب
يعني وضع الله له قبولا عجيبا، وفق الله فيه مؤلفه رحمه الله ولعله لحسن نيته في جمع هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام. وإن شاء الله إذا مد الله في العمر نأتي عليها ونتكلم على كل حديث في موضعه. والشيخ أيضا استفتح كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يشبه صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإن الإمام البخاري رحمه الله استفتح صحيحه بهذا الحديث، إشارة إلى أولا عظم هذا الحديث، وأن كل العبادات مدارها على النية، على أن النية طبعا في العبادة والحديث الأحكام هي كلها في العبادات، لكن الاستفتاح بحديث النية لعظم هذا الحديث، وأيضا يعني اجتهادا من المؤلف أن تكون إن شاء الله نيته صالحة في هذا المؤلف، وأنه قصد به وجه الله عز وجل وخدمة العلم وأهله. وتكلمنا عن الحديث عمر إنما الأعمال بالنيات في جلسة ماضية، فلا نعيد الكلام فيه. أما حديث أبي هريرة وكما قلنا هو الكلام في كتاب الطهارة، وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يستفتحون كتب الأحكام أو مسائل الفقه يستفتحون بكتاب الطهارة، ولعل الحكمة في ذلك ظاهرة، وهو أن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والصلاة شرطها الطهارة، شرطها الطهارة، وعادة الشروط تكون قبل المشروط، الشرط يتقدم على المشروط. ومن هنا كل الفقهاء رحمهم الله سواء إذا له في كتب الفقه أو كله في أحاديث الأحكام، فإنهم يستفتحون المسائل بمسائل الطهارة. ومن هنا قال الشيخ هنا كتاب الطهارة، ولا مانع أن نتكلم عن الطهارة هنا من حيث معناها، لأنها هي يعني هي أصل الباب، هي أصل الباب. ولعلنا تكلمنا في الجلسة الماضية عن الكتاب ومعنى الكتاب، والكتاب طبعا مشتق من الكتب وهو الجمع، الكاتب هو الجمع، ولهذا كتيبة الجيش لأنها جميع مجموعة من الجنود. والحريري في مقاماته كما تعلمون هو يلغز يعني بأشياء ظريفة، منها قوله وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب، وكاتبين يسأل يعني من هم كاتبون ومع هذا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ومع هذا فهم كاتبون. يقول وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب. تعرفون يا مشايخ من هم هؤلاء؟ من يقصد الحريري بهؤلاء؟ وكاتبين وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يقصد الخرازين اللي يخرز، لأنهم يعني هم يجمعون ويكتبون، فالمقصود أن معنى الكتب هو الجمع، معنى الكتب هو الجمع، وكتاب بمعنى مكتوب. والكتاب في مصطلح العلماء هو ما جمع مسائل في الفن وتشتمل على فصول وأبواب غالبا، تشتمل وإن كان يتسلم حين يقول كتاب وواحد يسميه باب، وقد أقول فصل، قد أقول فصل في الطهارة أو باب في الطهارة أو كتاب في الطهارة على حسب مراد المؤلف، خاصة إذا كان غالبا إذا كان
المسائل كثيرة ومتشعبة يجعلها كتاب ثم يضع فصل ثم مسائل ثم باب ثم فصل، لأن الباب أوسع من الفصل، الكتاب غالبا أوسع من الباب ثم الباب ثم الفصل، هذا الذي جرت عليه تصنيف المصنفين. والكتاب كتب يكتب كتابا مصدر طبعا كما قلنا، بمعنى إما بمعنى الفاعل كاتب أو بمعنى المفعول مكتوب، والغالب هنا يراد مكتوب اسم مفعول مصدر ويراد به اسم المفعول. وسمي الكتاب كتابا طبعا لاجتماع الحروف، سمي كتابا لاجتماع الحروف فيه، لأنه كما قلنا الأصل في الكتب أنه هو الجمع. وأيضا يقولون الكتاب من المصادر السيالة، من المصادر السيالة مصدر من المصادر السيالة، مراد بالسيالة هي التي تتكون شيئا فشيئا، تتكون شيئا فشيئا، كما أن الكتابة تخرج حروف ثم تجتمع لتكون الكلمات وتكون المسائل آخره. فهذا هذا هذا مرادهم بمصدر سيال، بمعنى يبدأ متدرجا ويتجمع. يقابل السيال، السيال عندهم القار، من مصادر القارة، الذي يأتي دفعة واحدة، الذي يأتي دفعة واحدة. وقيل أيضا إن الذي يعني استعمل هذا السيالة والقارة بعض المبتدعة من أجل أن يعني لمنع قيام الصفات السيالة بالله عز وجل، مثل الكلام، ولأنه الكلام مصدر سيال، لكن هو مصدر سيال على كل حال، لكنهم قالوا هذا التصنيف من أجل أن يعني يمنعوا أن يكون شيء من صفات الله عز وجل ممكن يكون من المصادر السيالة. والطهارة عندنا طهر يطهر وطهر يطهر، الطهارة فعلها طهر يطهر، طهر يطهر طهرة، طهر يطهر طهر يطهر طهر يطهر طهرا، كحكم يحكم حكما، لكن الطهارة طهر يطهر طهارة بابه بالضم، بضم الطاء فيهما، طهر يطهر طهرة، طهر يطهر طهرة، أما طهر يطهر طهرا، ففعل الطهارة طهرا، أما طهر طهرا، إذا كانت مفتوحة الهاء فيهما يكون حكما على وزن حكما طهرا. وطبعا الطهارة في اللغة مأخوذة من النظافة والنزهة من الأقدار، وفي الاصطلاح كما هو معلوم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، الطهارة ارتفاع الحدث، وسوف سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة طبعا طهارة شرعية، الطهارة شرعية. وارتفاع الحدث بمعنى أن، والحدث أيضا وصف قائم بالبدن، الحدث معنوي بخلاف النجاسة، النجاسة عينية يعني كالدم والبول، وهذه النجاسة محسوسة، أما الحدث أمر شرعي، الشارع هو الذي قال لنا إذا جاء الحدث توضعوا، أو إذا جاء الحدث اغتسلوا. ف يعني بمعنى معنى قائم بالبدن يمنع
الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا هو الحدث، وصف أو معنى حكمي ما ليس حسيا يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا هو الحدث، كخروج البول. شوفوا عندنا بول وعندنا خروج البول، الحدث هو الخروج، أما البول نجس، البول نجس، فذاك الغائط البراز نجس، لكن الحدث هو الخروج، بمعنى أن الشارع قال إذا بلتم توضأوا، فالخروج هو الحدث، أما البول نفسه نجس. ومثل الجنابة حدث، الشارع قال إذا وقعت بكم الجنابة اغتسلوا، وقال إذا نمتم واستيقظتم فاغتسلوا، وهكذا نواقض الوضوء معروفة. فنواقض الوضوء أحداث، وإن كان الخارج قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، قد لا يكون نجسا، مثلا الريح، الريح التي تخرج من الإنسان ليست نجسة، لكن خروجها ينقض الوضوء، خروجها ينقض الوضوء، فالخروج هو الحدث، الخروج هو الحدث. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، عندنا قبول وعندنا صحة وعندنا إجزاء، المجزئ والصحيح والمقبول. القبول غالبا هذا عند الله عز وجل، ما نجزم، لا نجزم بالقبول إلا إذا لم نوقع العبادة بطريقة صحيحة غير مقبولة. لو صلى الإنسان من غير وضوء لا تقبل أبدا، لكن لو صلى وهو مستكمل الطهارة نقول صلاة صحيحة، لكن ما نقطع هي مقبولة أو غير مقبولة، قد يكون مرائي، قد يكون يعني أتى بنقص كبير فيها تقبل ولا تقبل، لكن هنا لا يقبل الله نعم حقيقي، لأنه أحدث. أما الصحة والإجزاء فقد تجتمعان وقد ترتفعان، طبعا كل مجزئ صحيح، كل مجزئ صحيح، وقد لا يكون كل صحيح مجزئا. مثلا صلاة حج الصبي صحيح، لكن غير مجزئ عن حجة الإسلام، غير مجزئ عن حجة الإسلام، وهكذا. وإن كان الأصوليون تكلموا كثير جدا عن الإجزاء والصحة وما وفق الأمر أو طبق الأمر والتفريق بين الصحة عند المتكلمين وعند الفقهاء، هذا كلام طويل قد لا يكون مكانه هنا، لكن المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا القبول النهائي. يعني فعلا لو أن إنسانا صلى من غير وضوء لا تقبل صلاته، لا صحة ولا إجزاء ولا قبولا، لا صحة ولا إجزاء ولا قبولا. ثم قال لا يقبل الله، هذا صيغة نفي، وصيغة النفي أقوى من صيغة النهي، صيغة النفي أقوى من صيغة النهي، لأن النفي يشتمل نهي، يشتمل على نهي وزيادة، يشتمل على نهي وزيادة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، أما المخاطب طبعا هم المكلفون من المسلمين، طبعا الكافر لو صلى ما صح صلاته، لأنهم وإن كانوا مخاطبين في فروع الشريعة كما يقول العلماء، لكنه لا تصح منه حتى يكونوا مسلمين. وإن كان بعض الفقهاء إن الكافر إذا صلى أصبح مسلما، بعض العلماء يقول إذا صلى أصبح مسلما، إذا صلى الكافر ب
بنية طبعا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث كما قلنا أصله الإيذاء، هذا في اللغة أصله الإيذاء يعني. والإحداث أيضا أحيانا قد يكون الإبداع الإنشاء والإيجاد، أحدث أمرا يعني أوجده. وقد يكون عن الإبداع طبعا، من أحدث في أمرنا هذا يعني أتى بشيء ابتداع. وأصله والحدث الإذابة. وفي الاصطلاح كما قلنا قبل قليل هو وصف حكمي أو معنى يقوم بالبدن أو بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. كما قلنا الحدث معنوي والحدث شرعي، يعني الشرع هو الذي قال إذا حصل منكم كذا توضعوا، أو إذا حصل كذا فاغتسلوا. ولو أنه قال صلوا بغير وضوء لصلينا من غير وضوء وصحت الصلاة، لكن هو قال لا، لا تصلوا إلا بوضوء، وليس إذا توضأ يبقى على وضوء حتى يحدث. وهذا كل أمور شرعية، كلها أمور شرعية. هو الذي قال إذا توضأتم فأنتم تبقون متوضعين متطهرين حتى ينتقض وضوءكم، فهذه كلها أمور شرعية. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طبعا الوضوء سوف يأتي تفاصيله إن شاء الله. والوضوء من الوضاءة، من الوضاءة وهي النور. ولا شك أن الوضوء يعني له فضله، والمسلم إذا توضأ تحادرت خطاياه وذنوبه. وسوف يأتي عن التفاصيل لأحكام الوضوء. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا إذا حديثه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، ويل كلمة زجر وردع وتخويف. وقيل إنه واد في جهنم صلى الله عليه وسلم، ويل يومئذ المكذبين، فويل للمصلين. فقيل ويل واد في جهنم، وهذا وعيد شديد. الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر الرجل، مؤخر الرجل. العقب والعرقوب كلها مؤخر الرجل. يؤكد فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أن يتفقد المتوضئ أعضاء الوضوء، وأن يصل إليها الماء وصولا تاما. وهذا يجب حقيقة على المسلم إذا توضأ أن يهتم بوضوئه ولا يتساهل، وأن يسبغ الوضوء، وأن يبلغ الماء جميع أعضاء الوضوء بلوغا تاما. وإسباغ الوضوء بمعنى أن يصل الماء تاما، ولهذا قال العلماء أنه بحيث يسيل، بحيث يسيل على يعني إذا وصل الدرجة إلى أنه يسيل، هذا هو الإسباغ. ويتفقد الإنسان أعضاء الوضوء، وبخاصة الأشياء التي أحيانا قد لا يصل إليها الماء إلا بعناية وبتفقد وتفطن، وخاصة التي فيها نتوءات، فيها نتوءات وبروزات، أو لا تكون واقعة تحت الرؤية، لا يراها. ومنها الأعقاب
العقاب غالبا إذا لم ينتبه الإنسان إلى وصول الماء فهو لا يصل، أو قد لا يصل وهو لم يتنبه. ولهذا يحسن الإنسان يحسن به إذا توضأ أن يتفقد العقاب. فقال ويل للعقاب. قال علماء الألف واللام هنا هي للعهد، ألف واللام للعهد بمعنى وهم المتوضئون، الألف واللام عقاب المتوضئين، وليس كل عقب، إنما الذين يتوضأون. وهذا وعد شديد، ويل العقاب من النار، بمعنى أنه إذا قصر ولم يبالي فهو يعني خطر أن يقع في النار. والعلماء يقولون إن حديث الوعيد الشديد، إن حديث الوعيد تبقى كما هي، فإنه أعظم في الزجر ولا تتأول، فإنما تبقى على يعني قوتها وعلى يعني درجة التخويف التي فيها. ويل للعقاب من النار. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا حديث أبي هريرة طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، طبعا في بعض الحديث فليجعل في أنفه ماء، بعض الروايات فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجبر فليوتر، وإذا قام أحدكم إلى آخره. إذا عندنا ثلاثة أحكام: الاستنثار والاستجمار وإذا قام من الليل. الأولى الاستنثار، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم يستنثر، يعني ماء. طبعا الشيخ أورد الحديث لأن الآية ليس فيها استنثار واستنشاق، آية الوضوء ليس فيها استنشاق ولا استنثار. فغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولهذا بعض العلماء يقول إن المضمضة والاستنشاق سنة، والشيخ هنا أورد كأنه يقول إنها واجب لأنها من الوجه داخلها في قوله فأغسل وجوهكم، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ واستنشق وما تركه أبدا في وضوءه كله، وقال في فعله وقوله، كل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر أنه كان يتمضمض ويستنشق، وقال أيضا هنا فليستنشق. فليجعل في أنفه ثم ليستنثر. طبعا الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه. فالاستنشاق جذب الماء والاستنثار هو إخراجه، وهنا قال ثم ليستنثر. لا يكون استنثار إلا بعد الاستنشاق، وهذا معروف. إذن هذا يدل على أن الاستنثار والاستنشاق أنه واجب وأنه من فروض الوضوء وداخل في غسل الوجه، لأن الأنف والفم من الوجه. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو إزالة الغائط والبراز بالحجر،
استجمر، فليستجمر يعني فليستعمل الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، الجمار هي الحجارة الصغيرة، ولهذا الجمار ترمى في الحج تسمى جمار لأنها حجار صغيرة. ولا شك طبعا أن عندنا استنجاء وعندنا استجمار. الاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء، إزالة الخارج بالماء، والاستجمار هو إزالته بالحجارة، إزالته بالحجارة، بمعنى الإنسان إذا بال أو تغوط فإنه يزيل أثر البول بعدما يفرغ من بوله، فإنه يستجمر بمعنى يأتي بالحجر ويزيل ما تبقى من بلل بالحجر. وكذلك أيضا إذا خرج منه براز غائط فإنه يزيله بالحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، يعني يقطعه على وتر. ما معنى فليوتر؟ يعني أولا الاستجمار لابد أن يكون ثلاثا، الاستجمار لابد أن يكون ثلاثا حتى ولو زال، ولو زال في المرة الأولى لابد أن يكون ثلاث. أما إذا لم يزل بالثالثة فيزيله بالرابعة ويوتر، يعني يأتي بخامسة، وإن لم يزل إلا في السادسة مثلا فإن يزيله ويأتي بالسابعة، هذا معنى فليوتر، بمعنى يقطعه على وتر. والوتر هو الأعداد الفردية، الوتر هي الأعداد الفردية، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة إلى آخره، هذه هي الأوتار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ومن استجمر فليوتر، يعني فليجعل استجمره وترا ثلاث أو خمس إلى آخره. لا شك أنه الأصل أنه يستنجي بالماء، يستنجي بالماء، ولو جمع بين الاستجمار والماء فهو أحسن، يستجمر ثم الماء. أما إذا لم يكن عنده ماء فإنه يكفيه الاستجمار، يكفيه الاستجمار. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء حينما قال الله امتدحهم والذي لمسوا الأسس على التقوى من أول يوم حق فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما هذا الطهور الذي مدحكم الله به؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. قال: هو ذاك، وفلزموه، بمعنى أنهم يستجمرون بالحجر أولا ثم يغسلون الماء، فهذا أكثر نظافة. لكن هذا ليس واجبا، لكن الحجارة تجزئ إذا لم يوجد ماء، وإذا وجد الماء فإن الماء يكفي ولا يحتاج الحجارة. وذكر العلماء طبعا أن الاستجمار أن يكون منقيا، سيد استجمر ينقي، والنقاء قالوا هو أن يبقى أن لا يبقى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. حجارة لما تستجمر بحجر وكما قلنا الأقل أقلها ثلاث حجارة وتزيل أثر الخارج بحيث لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما السنجة فقالوا إن النقاء يكون بعودة خشونة المحل، الدبر يعني غالبا هو فيه خشونة، لأن إذا خرج البراز أكرمكم الله فيه لزوجة وفيه نعومه، لكن إذا أنقى المكان يرجع المكان إلى خشونته. فقالوا إن النقاء هو أن يعود المحل إلى خشونته، هذا هو الاستجمار. إذا عندنا استنشاق واستنثار وعندنا استجمار. قال الثالثة:
طبعا هذا حديثان لما جاءهم الشيخ، هما حديثان في بعض الروايات حديثين وبعض حديث واحد، أن إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم يستثمر ثم يستنثر ومن يستجمر حدودا، هذا حديث، وإذا قام أحدكم حديث آخر، لكن الشيخ دمجهما. وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى أن يستحب للإنسان إذا قام من الليل من نوم الليل يعني أنه قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثا، وعند الحنابلة واجب لأنه أمر، وأيضا قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا قام قبل الحنابلة يقول إذا قام من نوم ليل فيجب أن يغسل يده ثلاثا. وقبل أن يدخلهم الإناء، طبعا إذا كان يتوضأ من إناء ليس من صنبور، من إناء، لا يدخل يده في الإناء وهو قائم منه من الليل، إنما يسكب على يده ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. وعند الحنابلة أنه لو قام من الليل وادخل يده في الإناء والماء قليل فإنه يسلبه الطهورية، عند الحنابلة يسلبه إذا كان قليلا فإنه يسلبه الطهورية، لأن الرسول نهى أن يدخل، وقال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. المقصود أنه يستحب الإنسان إذا قام من الليل أنه لا يدخل يده في الإناء إذا كان يتوضأ من الماء، إذا كان صنبور ما هي مشكلة، لأنه ما في إناء، وإنما من الصنبور مباشرة. إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى أنه قد تكون وقعت على أماكن يعني إما في كما قال العلماء أمور مستقذرة أو أشياء أو محل مس العورة وفيها قد يكون متلوث إلى آخره. قال لا يدري، لكن علقها على شيء كما قال لا يدري أين باتت يده. ولهذا الحنابلة قالوا أن هذا خاص بنوم الليل، خاص بنوم الليل. لماذا؟ لأنه قال أين باتت، قال والبيتوتة لا تكون لا يسمى إنسان بيت إلا إذا نام من الليل، نوم النهار ما يسمى بيتوتة، نوم النهار ما يسمى بيتوتة، إنما البيات لمن نام بالليل. مع أن بات تأتي بمعنى صار، بات تأتي بمعنى صار كما ذكر الزمخشري وغيره. فالمقصود أن بعض العلماء ذهب إلى أنه أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء إذا قام من الليل، وإنما يسكب على يده سكبا. والآخرون قالوا لا، إنه مستحب لأنه قال لا يدري، وهذا شك، والأصل هو الطهارة. واليد طبعا المراد بها الكف، لو أدخل مرفقه أو رجله لا على كلامهم لا يشمله الحديث، بينما كان في اليد، واليد حدها هو الكف فقط، يعني الذراع مثلا أو المرفق أو أي جزء آخر من من الإنسان، الأقدام أو الأجزاء الأخرى فإنها غير مشمولة أو غير لا تأخذ نفس الحكم الذي تأخذه اليد. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، طبعا الاستنشاق كما قلنا هو الجذب الماء بالنفس، والاستنثار هو إخراجه. ولهذا يبدو أنه إذا ورد اللفظ واحد مستقلا استنشاق فيشمل الاستنثار، وإذا جاء الاستنثار وحده فيشمل الاستنشاق، يعني الجذب هو الإخراج. أما إذا اجتمع استنثار واستنشاق فالاستنثار هو الإخراج والاستنشاق هو الجذب الإدخال.
وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وهذه يعني الأصل فيها أنها تفيد الأمر أو تفيد الوجوب، من توضأ فليستنشق. ولهذا في هذه الحديث يستدل بها الحنابلة ومن ذهب مذهبهم إلى وجوب الاستنشاق المضمضة والاستنشاق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.